أهلا وسهلا فيكم مشاهدينا الكرام، وإحنا معاكم الآن في فقرتنا إحنا والشباب. إحنا والشباب اليوم أكيد نتحدث عن مجالات المبادرة عندهم، وكيف إن والله شبابنا هو شباب خير دوما ومعطاء، بيقدم نماذج رائعة جدا من التفاعل مع المجتمع وتقديم الخدمات بشتى مجالات الحياة. وأكيد فترة العاصفة الثلجية اللي مرت علينا كشفت الكثير من هذه المبادرات وبينت وأبرزت هالواقع الجميل اللي بنعيشه مع شبابنا. لهيك إحنا مشاهدينا بنرحب بنماذج أو نموذجين من هالنماذج الشباب اللي قدموا مبادرات رائعة جدا وخدمات حلوة كتير كانت وأثرها جميل جدا على مجتمع من حولنا. بنرحب إحنا في بائعات، نموذج من بائع من بائعات الخبز، وفارس أيضا من فرسان العطاء، وإحنا سمينا الحلقة بالاسم. أهلا وسهلا فيكم، مرحب فيكم برنامج بيتكم عامر. طبعا بداية نبدأ مع الصبية، طبعا نحكي إحنا بائعة من بائعات الخبز ومرحب فيك بيان عدوي. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، يعطيك العافية. الله يعافيك. واحنا برضه كمان بنرحب في معانا عبد الله السلوادي وهو فارس من فرسان العطاء. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيكم، يعطيكم العافيه. احنا بالبدايه احنا قبل ما نطلع لفاصل يعني حابين بس نتعرف على بيان طبيعه عملك انت واللي خلاك تدخلي هاي المبادره، وبعدين نشرح عنها اكثر. تفضلي. هلا انا صار لي سنتين ونص في عمان. انا موجوده مع فريق تطوعي اسمه فريق ملهم تطوعي. من سنتين احنا عم نشتغل بمجال العمل الانساني والاغاثي للاجئين السوريين موجودين بعمان. بالاردن وبشكل عام بتركيا وبلبنان حتى. بقى اللي بيشتغل بالعمل التطوعي والانساني تلقائيا حيفكر بغيره. وحيفكر انه باي حاله طوارئ انه يستنفر ويشتغل ليعمل اي شيء. اكيد الطوارئ اللي احنا فيها كانت فتره العاصفه، يمكن اهم يكون يمكن واحد يفكر بغيره. تماما. صحيح. لهيك انه يوميه المساء انه طلعنا بدنا نجيب خبز لبيتنا يعني. وكانه كان كثير عجقه والعالم مستنفره وخايفين تنقطع الطرقات وهيك، بقى كان كثير كثير عجقه، بس انه بضل دور النساء اخف. أكيد. يعني اقل وبيمشون اسرع مشان ما يتاخر الوقت. لهيك جبنا حاجه عن كميتنا باضعاف انه كرمال اهل البنايه قرابين اللي ساكنين. حتى احنا نوصل لحد هاي النقطه نوقف عند عشان نحكي القصه بتفصيلها. ايه؟ ونروح لعبد الله. عبد الله عرفنا عن نفسك اكثر، طبيعه شغلك، طبيعه انضمامك للفريق. تفضل. اسمي عبد الله قاسم. احنا مجموعه شباب من الشباب الملتزمين من الوطن الحبيب ايضا اردن. هون اخذنا على عاتقنا انه نعمل على خدمه المواطنين بشكل عام في مناطق عمان، او مناطق عفوا عمان يعني كانت مناطقنا، او هي مناطق ابو نصير، شفا بدران، الجبيهه، تلال علي، مناطق اللي احنا اللي عفوا اللي نسكن فيها باختصار. تمام. يعني جميل. احنا راح نكمل معاكم هلا عبد الله وبيان، بس بعد الفاصل القصير بنكمل ان شاء الله. اذا مشاهدينا مع فاصل القصير ثم نواصل حديثنا مع فرساننا في هاي الحلقه. مشاهدين من جديد ومكملين معكم فقرتنا احنا والشباب، وكنا بنحكي احنا وبيان عن موضوع المبادرة اللي قاموا فيها. تفضلي بيان، حكينا القصة الجميلة اللي بدت فيها. احنا اول شيء كنا قاعدين مجتمعين عم نفكر شو بدنا نعمل بشكل عام، كونه مجال عملنا هو مجال تطوعي. اول شيء فكرنا فيه خبز لإلا اهالينا ولرفقاتنا وللعالم، خاصة انه عارفين خصوصا انه احنا كلنا ساكنين منطقة واحدة تقريبا يعني. بالضبط. بعد نتصل لكل حدا بتكون خبز بتكون خبز بتكون خبز، يعني والعاصفة يمكن بخل واحد يتعيقوا للحركة. ما فيكم تتخيلوا العجقة اللي كانت بالشارع اللي كنا نحن فيه بالدور اللي كان موصل لبرا. كنتوا اي منطقة انتوا ساكنين؟ بسويلح. بسويلح. يعني احنا ساكنين بهذيك المناطق، بس الفرن كان بسويلح. كنا ثلاث صبايا، رحنا اخذنا حاجتنا من الخبز واخذنا الزياده، يعني كمان ما كثير كثرنا كرمال نترك الدور لباقي الاشخاص الموجوده. هلا الفكره انه اخذنا كثير زياده لحتى انه اي حدا قد يحتاج، يعني من الجيران، من قرايبنا، من رفقاتنا، يعني فكرنا بغيرنا بنفس الوقت. بقى بوقتها انه سمينا حالنا بائعه الخبز. وهي ليس فقط انه ليست بائعه الخبز، وانما يعني مثل انه مونه خبز للاشخاص، لحتى يعني بضل خبز اهم حاجه بالوقت اللي نحن مرقنا فيه بقطعه الطرقات، خصوصي انه سويلح شارع جامعه العلا، هذيك المناطق هي مناطق عاليه والطرقات فيها كانت عم تنقطع بكثير بسرعه. لهيك كان الوقت كثير متاخر وجبنا الخبز واعطيناه للجيران. حلو. وانا سالت اهالي رفقاتي اذا بدهم شيء،
يعني عملنا بلشنا بهي المبادرة البسيطة. إيش صغير بس قديش لها أثر كبير، نحكي أكثر عنها، نحكي عن هذه التسمية قديش أثرت عنا أشياء وشجون وشجون يعني. نيجي لعبد الله، عبد الله احكي لنا الآن وأنت مع مجموعة من أصحابك، يا طبيعة الفكرة جتكم يعني وشو آلية العمل وإيش طبيعة الخدمة اللي قدمتوها للمجتمع اللي أنتم حولكم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا أفضل، إحنا مجموعة شباب من شباب الملتزم في مناطق عمان الغربية بشكل خاص يعني. طبعاً أجت الفكرة من صلب ديننا الحنيف يعني في خدمة المواطنين والإنسان والشعب الأردني أفضل المقطوع واللي بحاجة لمساعدة، فكانت أجت الفكرة من إنه إحنا حابين نخدم الناس. نعم. بالامكانيات عفوا بالامكانيات العاديه الموجوده عندنا وال يعني عفوا اللي هي سيارات السيارات وال السيارات وال بمعنى اخر كمان عفوا بالتوصيل الطلبات وايضا كمان يعني توصيل الخدمات بسيطه جدا. انه حلو لفته جميله منك انك حكيت باقل امكانياتنا والامكانيات المتاحه نقدر نقدم خدمه للمجتمع. بالضبط بهذا المعنى عفوا كمان، لكن كمان احنا قدمنا امكانياتنا يعني كانت كثير كثير بسيطه جدا يعني كانت عفوا بسياره سيارتين ثلاثه ايضا كمان كريك سلك شحن سيارات مثلا طريق عفوا لحدا. بالضبط توصيل، كان توصيل عفوا توصيل كاز لناس بدون محتاجين كاز، توصيل غاز يعني يعني ايضا كمان توصيل، كان توصيل كمان توصيل للناس للمستشفيات الى من شغلهم مقطوعين بدهم يروحوا على البيت وصلناهم ايضا كمان حلو. كمان كان ايضا من ايضا كمان من مساعدات كنا نساعدهم، كنا كمان نقدم كان في افنجينا فاعل خير بده معه بدول شاف الظروف الجويه البارده حاب انه يتبرع لنا في ثمن 50 طرد 20 طرد كان بدنا انه بدنا نوزعهم للفقراء للمساكين ايضا كمان للمقطوعين اللي ساكنين في المناطق المنكوبه واللي ما بقدر حد يوصلها في المنطقه الحاليه. صحيح. فكانت انا عفوا كانت معنا سيارات دفع رباعي كانت تقدر تدخل على المناطق المنكوبه هاي، وقدرنا الحمد لله بفضل الله ايضا كمان انه نوصل الغاز نوصل الكاز نوصل كمان الصوبات ايضا كمان الخبز كمان كان من الاشياء الاساسيه. الخبز هذا شكل عنصر اساسي وكان ايضا كمان على اللي للناس اللي عفوا المحتاجه يعني كان كثير ناس محتاجه يحكوا معنا عفوا والله انا ما عندي لا صوبه ولا كاز بدي اتدفى. فانت تستحق اذا والله لقب فرسان العطاء يعني فرسان العطاء او بمعنى اخر احلك الظروف يمكن تكون يمكن بالعاصفه الثلجيه وصعب ان الواحد يخرج من بيته وخاصه اذا كان انسان يعني بتوقع يعني هو اصلا هو بحاجه للشيء، وكيف لما يكون بحاجه وما عنده قدره ليخرج حتى ينال حاجته فتجي هاي المساعده والله شيء جميل جدا. نرجع لبائعات الخبز، انا كنت عم بحكي انا ودعاء البسوي في هذا المسمى بقولها ذكرني في ايام ما كنا نحضر بائعات الكبريت لما كانت تطلع والدنيا برد وثلج ومع هيك تروح تبيع الكبريت. طب انتوا بنات يعني يمكن الشباب سهل انه يتحركوا ويتحملوا الاجواء البارده، لكن انتوا كبنات يعني وتروحوا تودوا الخبز من مكان لمكان في هالاجواء البارده، ما بعرف خبرونا شو اللي جواتكم كان حتى يعني خلاكم تتغلبوا على هاي الصعوبات البرد والاشياء الثانيه لتوصلوا لهاي البيوت. هلا انا مثل ما قلت اول ما بلشنا انه انا صار لي سنتين ونص بمجال العمل الانساني والاناسي، لهيك خلال هذا الوقت كان صبيه او شاب بيقوى بصير عنده شجاعه غير متوقع بعض الاحيان يعني لهيك نحن متعودين على هذا، متعودين انه نطلع بالليل، متعودين يكون في عنا حاله طارئه، متعودين قد يكون يجينا حاله ولاده والمرأة زوجها مو موجود لازم يكون في بنت، يعني بأقصى الظروف متعودين انه نتحرك. هلا يوميتها كان لسه ما في ثلج بس انه كان الصقيع واضح مبلش لهيك انه ما عنا مشكله، هي ليس لا تعتبر مخاطره قدام اللي عملناه بعدين يعني. نحن كمثل ما قلت لك كفريق تطوعي، فريق منهم تطوعي نحن، كان عنا حمله اسمها حمله طوارئ يلي هي انه كان في عنا سياره حتضل شغاله طول الوقت وحتضل بالشوارع 24 ساعه لتغطيه اي حاله طوارئ قد تحتاج المستشفى، قد نحتاج دكتور، حالات ولاده. نعم. يعني بتذكر بالاسبوع الماضي جاني تليفون الساعه 5 الصباح انا مرتي عم تولد يعني حاله طوارئ جاهزين يعني حاله طوارئ، اتصلت فورا بشباب الطوارئ هنا كمان كان معهم سياره دفع رباعي وهو بيته بمنطقه عاليه راحوا فورا لعنده لحتى يغطوا له تكاليف المشفى وحتى ينقلوا الزوجه على المشفى والحمد لله جا بيبي كثير هيك صحته منيحه ومنيح الحمد لله ولحقنا. هيك هي مثل ما قال عبد الله يعني العالم حتكون بحاجه وما حتقدر تتحرك وطرقات مقطوعه وكل شيء مسكر، لهيك نحن كنا مستعدين انه حتى ضلينا بالشارع طول الوقت
نغطي احتياجاتنا. حسيته في اشياء اهم بكثير من انه والله ابرد، اهم بكثير من انه اكون مرتاحه. يعني في امور بحياتنا بحاجه انه نتعب نسينا، يعني نسينا البرد على قد ما احنا عم نتحرك وصحيح لابسين وكذا وحركتنا ثقيله، بس حسينا انه يعني ما فينا نقعد، وفي كثير عالم برا هي بحاجه مساعده. احنا ناخذ الاتصال بعد اذنكم. معنا ام احمد، يعطيك العافيه ام احمد، السلام عليكم. الله يعافيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. الصلاه والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد. كيفك اخت مارك؟ الله يحييك، والله مشتاقين لكم. الله يحييك يا رب. الله يسعدك، والله مشتاق لكم كلكم ويا الاخوه. الله يعطيها العافيه. الله يعافيك. الشباب الحلوين. الله يعافيك يا رب. برنامجكم كثير حلو وانا اشتقت لكم كثير والله. كنت مسافره على ايامك يا رب محمد، احنا نشتاق للناس الطيبين امثالك والله. الله يسعدك. الله يحييهم الشباب وبشكرهم على جهودهم، وان شاء الله كثير منهم يصير في هاي البلد هيك تعاونوا. وبحكي لهم ايها العاملون بالخير هنيئا لكم بطمأنينه انفسكم واستقامه سيرتكم وفرحه اللقاء مع ربكم ونعمة الرضا منه في حياتكم وآخرتكم. بشكر الأخت برضو على يعني جهدها، والأخ وكل واحد بيعمل زيهم بتمنى له الخير. الله يجزيك بخير يا أبو أحمد، دائما أنت حاضرة ما شاء الله عنك، كلماتك الرائعة بتعطي دفعة جميلة جدا لهالشباب. الله يعطيك العافية. شكرا لك على تواصلك أم أحمد. إذن هذه يمكن ست من ستاتنا اللي بتابعنا، وجميل برضو إحنا نشهد يعني جماليات انه الجيل القديم بيثني على الجيل الجديد انه ما شاء الله عم بيقدر جهوده. عبد الله، حابين تحكينا يعني ايش شعوركم انتم كشباب تطلعوا بهالبرد؟ يمكن كثير شباب بيحكوا ما نصدق واحنا نعطل ونقعد في بيوتنا ونفتح التلفزيون او نفتح النت وكذا ودفيانين. يعني ايش الشعور اللي بخليك عن جد انت واصدقائك انه تطلعوا وتحس انه والله في شيء جميل جدا بيرجع لكم لما تشاركوا الناس هاي الخدمه؟ يعني احنا شعورنا كان اصلا يتولد بطاقة وبقوة، بقوة أيضا حينما نكون نساعد الناس. عفوا كنا بس نساعد أي شخص نحس بفرحة وبسعادة بقوة بتساعدنا إنه عفوا نكمل شغلنا. ما نروح، لا نضلنا بالشارع، نضلنا بالمناطق اللي بحاجة للمساعدة. كنا دائما عفوا إنه نستطيع، كنا دائما إنه ندور على وين عفوا في شغل، وين في مكان بده مساعدة نكون موجودين فيه. يعني حتى أيضا كمان عفوا بتذكر قصة من القصص اللي صارت معنا في ميدان الطوارئ، إنه في يوم أعلنت الحكومة الأردنية إنه حالة طوارئ وممنوع حدا يتحرك بعد الساعة 5، وكان في عنا 3 حالات طوارئ بمستعجلات، وكلهم في مناطق كثير بعيدة. واحدة عفوا في طلوع صفوط اللي هو أعلنوه منطقة منكوبة ممنوع حدا يوصلها، أيضا كمان منطقة في كفر بدران، بداخل كفر بدران مناطق جدا بعيدة يعني، وأيضا كمان بالهاشمي. عفوا كانوا يعني حالات إنسانية كثير مش شوي عفوا. يعني من ناحية من أذكر حالي إنه منزلة عائلة سورية كانت بشكل خاص يعني عفوا. طبعا احنا طبعا اكيد يعني بيان هي عائلات سورية، وجميل التكافل الاجتماعي بين حتى العائلات السورية، هي سورية اصلا، وكان اكيد الحملة المبادرة موجهة ايضا للعائلات السورية. احنا كنا بنشتغل عفوا يعني على اي حدا بيطلب مساعدة، مش سوري اردني عراقي حتى عفوا مصري، كنا عفوا نساعده بكل الامكانيات اللي نستطيع عليها. فكانت الحالة انه عائلة سورية ما عندهم لا صوبة ولا دفاي. نعم. ولا ايضا اي معوني لمنزل. احنا برضو لقطعنا بحديثك عم نعرض لكم صور برضو من خلال تواجدكم، هي اسطوانه غاز صحيح يعني، وبعض المشاهد والصور اللي قدمتوها ما شاء الله عليكم. اتفضل. يعني الحمد لله كمان بموضوع الغاز، الحمد لله استطعنا بتوصيل 150 جرد غاز بسعرها الطبيعي، هاي كنا نركز عليها بسعر الاكيد بالسعر الطبيعي. نعم. جميل. لانه صار في سوق سوداء موضوع الغاز، وصرنا نتغلب في نجيب الغاز يعني كمان. يعني كانت ارقامنا موزعه بالمساجد وبالاسواق، وايضا كمان على شاشه اليرموك كانت موجوده ارقامنا. طبعا انه كانت رقمنا انه اي واحد بده غاز بده كاس بده خبز وما بده يعني، هذا مش طبيعي. انقاذ بالضبط. وكان ايضا ما بيقدر يوصل، كانت سيارته مش دفع رباعي، ما عنده سياره. صحيح. او ايضا محتاج يعني طريقه بعيد عن الاسواق الرئيسيه. فكان الحمد لله رب العالمين كانت سياراتنا قادره انه توصل للمناطق هاي، وقدرنا ايضا كمان نوصل الغاز والكاز لكل من طلبه. وبس طب احكي لنا عبد الله، كيف كان شعوركم انتم لابسين هذا اللبس؟ اتوقع اكيد مع اللبس اللي لابسينه برضه في بروده، وعم تحملوا الغاز وبتشاركوا الناس، وهي السيارات بتودوا وبتنقلوا على المستشفيات. ايش الشعور اللي كان من تبعك انت الان انت موجود؟ اكيد هذا الشعور بيكون باغلب الشباب اللي كانوا معك، خبرنا شعورنا. بالحقيقه احنا بالفرحه صدقا يعني عفوا، احنا ما دامنا بنخدم بالناس
إن عفوا هي باختصار إحنا كان شعارنا خدمة الناس عبادة تقرب بها الله. ما شاء الله عليكم. فكنا عفوا كل ما كنا نساعد بالناس كنا مبسوطين. لازم نحكي إن أي حالة كنا بالبيت كنا بالشارع كنا بالمركز كنا بالمسجد صار في عنا حالة طارئة أو اتصال لازم نلبيه. يعني عفوا لو كان كمان مش قدر مش كانت بامكانياتنا لا بدنا نحاول نامن نحاول ندبر منطقه بعيده لا بنحكي مع شباب سكان المنطقه نروح وصلونا لجرة غاز للرقم الفلاني. صافي الان كمان حالات للمطار نحكي انا مع الطلاب طالبات انه انتهت موسم الجامعات فبدهم يروحوا على عمان يروحوا على المطار بدهم يوصلهم الطريق مسكر بمناطق ابو نصير شفا بدران الجبيه كانت كلها مسكره يعني فكان الحمد لله ربع مين كان في معنا سيارات دفع رباعي توصل المطار بيحلف في سيارات اهم شيء دفع رباعي ايضا كمان لذة العطاء يعني موجوده بشعر انه في شعور جميل جدا لما الانسان يعطي ويخدم غيره صح هي لذة العطاء ايضا كمان عفوا كمان سعاده يعني لا توصف حينما تشوف عفوا الفرحه على مين بتقدم المساعده انا كنت راح اسالك كيف كان شعور الناس اللي تلقوا الخدمات يعني هذا كمان برضه شيء مهم نعرف يعني صار في كثير نعم الناس عفوا صار في كثير يعني حالات وايضا كمان مشاهد يعني تذكر ولا تذكر ايضا كمان من مشاهد تذكر كانت احنا بدنا نحكي اكثر مواقف يعني هلا طريفه وايش صارت وحتى مواقف مؤثره عبد الله بس حابين ننتقل لبيان تحكي لنا برضه اكيد يعني نفس الشعور شعور كمان كنتوا تطلعوا وتروحوا وتقدموا جماليات حلوه بس بنحكي عن مخيم الزعتري بالتحديد تجربتكم في هذا المجال رحنا طلعنا على مخيم الزعتري بيومين ورا بعض هلا قبل ما احكي شو عملنا بالزعتري كونه هو مفرق منطقه صحراويه بقى برد الصحراء اكيد قارس تماما غير برد الثلج بكل الثلج اللي كان في عمان لا يقارن بالبرد اللي كان في قلب المخيم يعني احنا رحت بايام العاصفه احنا بيوم بايام العاصفه يعني انا البرد اللي هنيك برد وعتمه ويمكن كانت 10 تحت الصفر الحراره بلا مبالغه ما بعرف كيف كانوا عم يتحملوه يعني نحن عم نوزع وما لا خلص اطرافنا تخدرت يعني وزعت لهم عليهم خبز وزعنا عليهم كان في خبز بس وزعنا عليهم هو باكيت شتوي للاطفال اللي هو بيحتوي على بيجامه بيجامه لفحه كفوف جرابات وطاقيه وحذاء بسيط بس انه ثياب شتاء يعني لانه يعني في كثير اطفال ما عندها جاكيت او ما عندها بيجامات لهيك خلال فتره التوزيع نحن عم ماشيين بين الخيام والكرفانات وهيك بس البرد اللي كان لا يوصف لا يوصف ولا يحتمل قلت له ما في اي روح ممكن تتحمل هذا البرد اللي كان موجود هناك مع هيك رجعنا طلعنا ثاني يوم رغم انه كثير مصاعب واجهتنا بس رجعنا طلعنا ثاني يوم لحتى نكفي التوزيع تبعنا لانه ما تتخيلوا الحاجه اللي موجوده هناك وخصوصي في اشخاص اول شتويه هي لهم بالمخيم ايش حكيت بيان وانت عمالك كنت لابس لبس ومع هيك شعري في البرد كنت بطريقه انه طرقات عامله هيك انا عائله ومغطي ايدي بس انه عم طلع على حوالي انه لا حاطين كفوف الثياب اللي لابسينها كثير خفيفه انه انا شو قدام هدول الاشخاص انا هلا حارجع بيتي تحت احرامي بالدفايه بغرفتي انه خلص اموري كلها تمام يوميتها ما بنسى رجعت صرت ابكي قلت له انا اول مره ببكي على المخيم على البرد اللي كان يعني ما بقى يعني هيك حياة قاتلة العتمة اللي هنيك مع البرد كانت جدا جدا مزعجة هيك احنا هذا اللي خلانا انه لسه مكملين يعني لسه ان شاء الله الاسبوع الجاي كمان مكملين بالمخيم الازرق وزعفري بس على الاقل نحس انه عم نعمل ولو جزء بسيط كمان نخدم الاشخاص اللي هي فعلا بحاجة المساعدة التكافل الاجتماعي التعاضد بهاي الازمات بيولد هاي المشاعر الرائعة الجميلة الى فارسنا فارس العطاء كمان عبد الله احكي لنا يعني في عندك احصائيات كانه كان في المساعدات اللي عملتوها برضو ممكن نعرضها احنا على الشاشة اوكي كان احصائيات ايضا كمان كان الحمد لله يعني كان في توصيل للمطار كان 30 حالة 30 طلع يعني مش حالة ما شاء الله على المطار نعم ما شاء الله عليكم نعم ايضا كمان كان فينا كمان توزيع لطرود الغذائية ب60 طرد غذائي من رجال الخير الحمد لله من اكثر من تعرفنا عليهم هم دعمونا بالمصاري يعني واحنا شايلين فروض خير للعائلات انه بحاجه الخبز يمكن اكثر شيء العائلات دائما بتكون اكثر حريص على هاي الاشياء هي الخبز اصلا ماده اساسيه يعني نضطر نجيبها مع اي طرد بيكون معنا ايضا كمان وزاره كمان 60 جالن كاز كمان للعائلات الفقيره ايضا بهي المنطقه ايضا كمان صار في عندنا وزعنا 150 جره غاز طبعا توزيع مش انه يعني انتوا كم واحد تقريبا كنتوا عبد الله
تقريبا بالمناطق الأربعة 52 شاب. ما شاء الله. يعني بتحكي انت عن اعداد واحصائيات يعني لحد ما شاء الله لا بأس بها يعني. نعم. فرائع جدا. ايضا كمان توصيل كمان 50 جلنكاز من كازيات القريبه، وفي كمان صار في قصص عن الكازيات. بتحكي لنا طب المواقف هاي الطريفه اذا كانت مواقف يعني وشغلات يعني مواقف كثير صارت معنا جميع جميع الاحوال. طيب ايضا كمان بالاحصائيات ايضا كمان صار في عندنا كمان دز وسحب سيارات تقريبا 200 سياره. انت كمان منطقه الجبيهه وابو نصير فيها كثير طلوع ونزول، وايضا كمان طلع علي وضحت الرشيد في يعني هي عاده كلها منطقه جبليه فبحاجه كمان فبسيارات تكون الشخص بسيارته طالع بالسياره وبعلق بالثلج. نعم. فمن طرحنا نسحبه وندزه او في ما يكون معنا بالسياره بكون سلك سحب بنسحب السياره. تروحوا على المناطق ولا كان حد يحكي معكم تليفون؟ لا احنا كنا موجودين، احنا كنا موزعين حنا مناطق الشباب. أه. سياره واقف وسياره عند الجبيهه، سياره تحت الرشيد، سياره علي، سياره كنت تنتظروا يعني في الشارع وتشوفوا الحالات اللي حواليكم. نعم. وايضا كمان ما كنا واقفين بالاماكن الرئيسيه اللي بصير فيها الحوادث او بصير فيها المشاكل. تمام. طيب نرجع لبيان. بيان انت طبعا من بعض المواقف اللي اثرت فيكم اكثر، يمكن صار معكم مواقف هيك مؤثره ومحزنه؟ اكيد موقف الزعتري هذا اكيد يعني موقف يعني كل انسان تاثر بمشاهده الاطفال خصوصا، يعني نحكي احنا عن اطفال يمكن الكبار شوي بتحملوا البرد، لكن لما تكون طفله صغيره او طفل وليس يعني لديه اي مستلزمات اساسيه حتى يتحمل هذا البرد القارس، هذا لحاله مشهد مؤثر. لكن بعض مواقف هيك صار لكم اخرى اثناء رحلتكم برضو انتوا هلا سفر بنعتبره احنا من عمان المفرق يعني. هلا هي نحن مو بس استهدفنا الزعتري، استهدفنا في مناطق مخيمات عشوائيه حوالين منطقه المفرق اللي فيها لاجئين سوريين، كمان فيها لاجئين سوريين، وحتى كان في يعني البيوت اللي موجوده هنا كمان فيها كان اشخاص اردنيين يعني. هلا المواقف اللي كانت يعني اكثر موقف ازعجني هو انه كنا عم نوزع وجاي بنوتة صغيرة حافية وطين. هلأ عم نعطيها الباكج، هو ما كان فيه بوت، قالت له أنا ما بدي تياب، أنا بدي بوت. هلأ نحن بهذا الوقت ما كان معنا بوت وما قدرنا نأمل لها شيء تلبسه برجلة يعني. بس تاني نهار تماما رجعوا الشباب على نفس المخيم اللي هي فيه، نزلوا على السوق واشتروا لها بوت وكل المستلزمات اللي بدها. هلا انك تشوفيها جاي لعندك بالطين صحيح صعبه وحافيه ودرجه الحراره مثل ما قلت لك لا تحتمل، هذا الشيء حسسنا شوي بالعجز انه احنا ما لنا قدرانين نامن لهم كل شيء بيحتاجوه. وهي اكثر مشاكل قد تواجهنا. بس يعني عزائكم الوحيد انه حاولتوا قدر المستطاع قدر ضمن يعني الامكانيات اللي انتم فيها، يعني اكيد ربنا بتقبل عملكم. ايه الحمد لله. الحمد لله يعني بدعم من المجتمع وبتوفيق من رب العالمين. أكيد الحمد أكيد لله ان شاء الله. بدنا يعني كانت الامور سهله علينا وتيسرت لنا كثير الحمد لله، تيسير من رب العالمين من دعاء اهلينا لنا يعني. ما شاء الله يعني احنا بقلب هذا الخطر اللي احنا عم نطلع فيه وما بدنا نقعد بالبيت نقعد عم نتفرج على العالم. طبعا خطوره سفر مكان لمكان. لا دعائهم كان دائما مرافقنا الحمد لله وبرضاهم علينا الحمد لله يعني. الحمد لله. بدنا نعمل اشياء كثير منيحه ونخدم قد ما فينا على العالم. العافيه عن جد والله ما شاء الله عليكم. طيب نرجع لك عبد الله، موقف هيك طريف صار معاكم اثناء يعني الوقت عم يداهمنا بس حابين نسمع هيك لو موقف طريف يعني من احدى الاتصالات اللي احنا كنا حاطين ارقام تليفوناتنا على شاشات التلفزيون كمان على الاذاعه ايضا كمان على الاسواق الرئيسيه والمساجد والامور المركز الرئيسي بالمناطق. فبتصل فينا احد الاشخاص بحكي لنا جوعان بدي توصلي مطعم برجر. جوعان بدي برجر يعني هاي كماليات يمكن رفاهيه زياده. كماليات. ايضا كمان شخص اخر بحكي كمان بدي كاز من كازيه معينه. توصل. نعم. طيب. اما من كازيه جنب داره بدوش. احكي احنا الاشياء الاساسيه احنا بنبادر فيها مش اكثر. طب احنا اكيد يعني بهالحوار الرائع والشيق كثير يعني مبسوطين انكم موجودين معنا وتشرفنا بما شاء الله فارس، هو فارس فعلا يعني قدموا نماذج مهمه جدا ومش بس انتم، اكيد امثالكم كثر من الشباب اللي ما شاء الله كان لهم يد معطاءه واسهموا في خدمه المجتمع. بس في شغله بنوه. تفضل. السيارات بالطريق قد تتعلق او تصحت. كان في شباب موجودين بالشارع خصوصا لتحريك السير ولتحريك اي سياره قد تتعلق يعني زي مثلا مجموعة عبد الله يعني حتى انه احد الشباب رفقاتي نزلوا بالليل الساعه 2 لما كان في جليد. اشتغلوا طوارئ بنفس الوقت لحتى يمنعوا قد ما فيهم من الحوادث. لهيك يعني بكل شيء اي تفصيل صغير حاولوا اي شباب أكيد. يعني كل الشباب السوريين والاردنيين ولا اي حدا. نعم. انه روح شباب طلعت بهذا الوقت بوقت
المخاطرة والأوقات الصعبة. هي من الرسالة أنتم بتوجهوها إنه إنسان يقدم لو القليل القليل الإنسان ممكن يساهم بشيء. إذا نشكر إحنا بائعة الخبز ونشكر أيضا فرسان العطاء اللي قدموا فعلا نموذج رائع. نشكركم إن شاء الله دوما، نتمنى لكم التوفيق ونلتقيكم بمبادرات رائعة إن شاء الله في المستقبل. إذا المشاهدين الكرام بهذا الحوار الرائع مع الشباب اللي هو إن شاء الله نأمل أن يكون شبابنا دوما مثل هؤلاء الشباب اللي بيقدموا الخير في كل مجتمعاتنا، بنودعكم بهالحلقة وبيتكم عامر إن شاء الله بالخير والعطاء والحب والأمل لحياة أفضل إن شاء الله وتغيير أفضل في أمان الله.